باعت الست اللي بتاكل من وراها الشهد عشان حبيبها، وبعد ما خلصوا عليها عملوا مصيبة أكبر جنب جثتها. 13/7/2023 الشرطة جالها بلاغ بالعثور على سيدة مسنة مقتولة جوه شقتها. الضحية اسمها الحاجة صفية وعايشة في بولاق، كانت حبيبة الكل، عمر ما بابها اتقفل في وش حد. كان ليها طقوس الكل عارفها، كانت بتصحى لازم تاكل طبق الفول ومعاه كوباية نسكافيه، ومع آخر شفطة في كوباية النسكافيه كانت بتخبط عليها كوثر الشغالة، وده بقى عشان تنظف لها الشقة وتعمل لها الغداء وتديها الدواء بتاعها. أصيلة كوثر والله. ومع الساعة 7 على طول ابنها بيجي علشان يزورها، وطبعا كوثر عارفة كل التحركات اللي بتحصل في البيت. طب مين كوثر دي؟ تعالوا بقى أقول لكم حكايتها، عشان حكايتها حكاية. كانت مخطوبة لواحد عاطل ومدمن واسمه بوتة. بوتة كان على الحديدة خالص، ولما أهلها عرفوا قرروا إن هم يفسخوا الخطوبة، بس كوكو بقى زي ما كان بيدلعها قالت لهم لأ أنا مستحيل أسيبه. وده بقى مش عشان بتحبه ودايبه في هواه والكلام ده، لا ده عشان كانت حامل منه. كوثر فكرت في خطه عشان تجيب بيها قرشين وفي نفس الوقت تتجوز وتلم الدنيا عشان فضحتها. اتفقت مع خطيبها ان هم هيخلصوا على الحاجه صفيه وهيسرقوها، وفي يوم التنفيذ دخلت خطيبها الشقه. ما هي عارفه بقى كل التحركات، وبعد ما الحاجه صفيه نامت والدنيا هدوء خلصوا عليها وقطعوها وحطوها في شنطه سفر. بس الحكايه لسه ما خلصتش. الاتنين طلبت معاهم حاجه غريبه جدا، انهم يمارسوا الرذيله جنب جثه الحاجه صفيه. وبعد ما خلصوا مسحوا الشقه كويس جدا ورتبوا كل حاجه وخدوا الجثه ورموها في مقابر الابجيه. وبعد كل ده ما لقوش غير سلسلتين فالص، ما طلعتش طيبه كوس. والشرطه كشفت لغز الجريمه وقبضوا عليهم واعترفوا، والمحكمه حكمت عليهم بالاعدام. يستاهلوها والله.